بمحطات ننقلكم خلالها عبر العالم وننقل لكم المعلومة في آنها ومن عين المكان. نسابق الزمن على مدار اليوم لتبقوا على اطلاع بكل جديد. بكم مستهلنا من المغرب تطمينا للمرضى والأطر الطبية والصيادلة. في جديد الحالة الوبائية بالمملكة أعلنت وزارة الصحة ضمن ملفات المنطقة المغربية وضع السياحة ابتداء من الخامسة صباحا. صباح الأخبار بمحطات مميزة. برامج قسم التحرير يحدث في إفريقيا بين ضفتين. استوديو النقاش. اقتصاديات. الثقافة على ميديا. في المكتبة. في الأثناء. ومحطات أخرى غنية في انتظاركم. وطبعا نشرة إخبارية كل نصف ساعة. إخباركم هدفنا ووفاؤكم حافزنا. مع الإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية نشرة العاشرة مساء. خبراء فريق خبراء منظمة الصحة العالمية الذي يحقق في مصادر وباء كوفيد 19 يزور سوقا في مدينة ووهان البؤرة الأولى للفيروس في الصين. رئيس حركة النهضة والبرلمان التونسي راشد الغنوشي يرى أن تونس تعيش اليوم صعوبات المزج بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي داعيا إلى إقامة نظام برلماني بالكامل. الولايات المتحدة تؤكد حاجتها لوقت طويل قبل العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران مشيرة إلى عديد الخطوات العملية التي تحتاج إلى التقييم أول والتشاور مع الكونغرس والحلفاء. الرياضة المنتخب الوطني المغربي يتأهل للدور نصف النهائي من البطولة الإفريقية للاعبين المحليين الكاميرون 2021 في كرة القدم بتغلبه اليوم على نظير الزامبي بثلاثة أهداف لواحد. مرحبا جماعة، أهلا بكم في هذه النشرة. جاءنا منذ لحظات أن العاهل المغربي الملك محمد السادس أجرى اليوم مباحثات هاتفية مع رئيس جمهورية نيجيريا محمد بوهاري، وتم خلال هذه المباحثات بين قائدي البلدين تناول أو تعبير عن ارتياحهما للدينامية الإيجابية التي تعرف العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وذلك منذ زيارة